حقيقة نعيش كل يوم في على مستوى العاصمة أن هنالك عملية ازدحام، شكوى المواطنين. هنالك حالتين، الحالة الأولى أننا نطمن ونعتذر أولا من المواطنين العاصميين، نقول لهم سمحوا لنا على الأشغال اللي رانا نديروا فيها. هذه الأشغال للتوسعة وخلق خطوط جديدة على النقل، هذه هي الأولى اللي كانت هناك ازدحام على الجهة الشرقية والغربية على مستوى العاصمة، بالإضافة لفك الازدحام. وهذه الصيفة بعد ما يفتحوا هذه الطرق حنشوفوا باللي تخفاف، خاصة الجهات الغربية والمثل العاشور ضرارية كلها، حيث لي هنالك مداخل جديدة لفك الاكتظاظ داخل المدن وخارجها. بالنسبة للجهة الشرقية، رغم أن هنالك طريق الوطني يدخل على 5 بلديات في الجهة الشرقية، فالأشغال لنا توسعة البناء على مستوى البحر وخلق ازدواجية الطريق اللي حتدينا إن شاء الله المشروع حتى تمنفوس. هذه الطريقة حتفتح شق بشطر، لأن هنالك هذه الصائفات واللي عندك مدخل مثلا على مستوى مدينة برج الكيفان أو طريق التحتانية على البحر لفك الاكتظاظ. بالإضافة إلى هنالك التشجيع والعمل على أن هناك النقل الجماعي مع وفرته، هذه أيضا حيضمن أيضا النقل الجماعي كيكون منظم بكل طريقة اليوم بمطالب المواطنين وخاصة المجمعات السكنية الجديدة، حيخفف أيضا عملية الاكتظاظ، وتكون هنالك الناس يكونوا عندهم عدة وسائل، يقدر يروح عن طريق الشاحية الحافلة أو عن طريق المترو لك عملية توسع تاعو، ودراسات أخرى إلى هنالك إلى وسائل نقل أخرى، من إضافة إلى كما يقول لك ما زلنا في عملية التجربة ودراسات أيضا النقل البحري اللي يربط الضفة الشرقية والغربية بوسط العاصمة. هذه الأمور كلها إن شاء الله حتزيد تنقص من الاكتظاظ، وكما قلت الاكتظاظ رانا ندرسوا فيه عملية النقل وخط المروري، بالإضافة أن هناك الخط الأسفلي وهو في إطار استراتيجية المخطط الاستراتيجي اللي تم المصادقة عليه في 2018، وحنا الآن رانا عملية التحيين تاعو لإضافة تقديم إضافات وتوسعة أيضا الطرق. هنالك أيضا الازدواجية تاع كل الطرق اللي نقوم بها حتكون هي أيضا عمليات تفك من الاكتظاظ.